عندنا احنا عدادين في السيارة، معنا طبلون الكتروني. طبعا شركة ام جي شركة بريطانية. الله يعطيكم العافية، اليوم حنتكلم عن سيارات بريطانية صينية. الام جي في الحقيقة الام جي سيارة بريطانية وتم صناعتها عام 1924. This is the first real MG, affectionately known as Old Number One, and built in 1925. أستاذ علي الله يعطيك العافية، نحن الآن ما نعرف إيش هو MG، إيش قصة MG كبدايات MG، كيف بدأت الشركة؟ عن شركة MG شركة بريطانية تأسست عام 1924، انتقلت ملكيتها إلى الصين عام 2007. طبعاً تم انتقالها إلى شركة صينية بتصنيع سيارات بطابع مميز ومختلف تماماً. يا إخوان، هذه بالفعل كانت شركة بريطانية عام 1900. They took two of the most hallowed letters in the history of motoring and plastered them over some of the worst cars ever made, such as the MG Metro. وانتقلت ملكية العلامة التجارية منذ عام 2007 إلى شركة صناعة السيارات الصينية. I wanted one that was fairly early then, before it became too complex and before British Leyland had added its branding. So when I finally bought one after months of looking, I thought I had it. ام جي دخلت السوق السعودي بشكل قوي، اصدارات السيارات كانت مميزه حيث انها كانت بطابع اقتصادي واغلب السيارات بشكل رياضي. طبعا السيارات بشكل عام طابع اقتصادي اكبر، صرفيه الوقود مهتمين فيها بشكل كبير حيث انها موفره للوقود بشكل يناسب العملاء. مثل ما مبين معنا هنا الانسيابية حقة الهواء في وجهية السيارة بالطابع الرياضي، عندنا الإضاءة هنا LED بالكامل، مثل ما هو موضح أمامنا هنا الشبك بالطابع الرياضي باللون الأسود، الأطراف السوداء اللي مبينة معنا ملامح السيارة من الأمام. أستاذ علي الله يعطيك العافية، نحن الآن لما نتكلم عن الشبك زي ما أننا شايفين الشبك أتوقع أنه كبير جدا للسيارة، يعني بالفعل السيارة تحتاج لتبريد هذا الشبك كامل؟ ما هو محتاج السيارة هي احتياج السيارة بالنسبة للشبك هذا كمية عشان يناسب كمية دخول الهواء، هذه نقطة. النقطة الثانية عشان يبين ملامح السيارة والطابع الرياضي. يا اخوان زي ما انكم شايفين الشبك كبير جدا على السيارة، ما يحتاج السيارة انه يكون فيه مدخل هواء كامل، اذا بتلاحظوا بدقة انه نص الشبك مقفل اساسا، نص الشبك اللي حيخش فيه الهواء للماكينة. بعد نجي هنا الأطراف الصدام من الأمام، مبين معنا الكارب فايبر بالطابع الرياضي اللي معطي شكل للسيارة. عندنا هنا المرايات الجانبية مبينة بإيحاء رياضي وطابع مميز بالإشارة، إضاءة للإشارة يمين ويسار. عندنا الأوراق هذه باللون الأسود، وعندنا القوائم هذه باللون في النيكل. طبعا عندنا هنا فتحة السقف، ارتفاع السيارة ممتاز جدا بالنسبة للأرض. عندنا الإطارات هنا مقاس 17 كروم مكحلة في عرض تقريبا 215 50 بشكل طابع رياضي بشكل مميز. هذا طبعا نفس النقصة هذه موجودة عندنا في نفس الداخلية حق السيارة، فمنسقين ليش تنسيق مميز انه حتى الإطار يكون من داخل إلى خارج السيارة. عندنا هنا الإضاءة الخلفية طبعا كلها كاملة LED، وعندنا هنا عاكس الإضاءة الخلفي. بعد عندنا هنا اللي هو الشنطة الخلفية، عندنا هنا في زر اللمس طبعا في الكاميرا الخلفية، عندنا ساعة تخزين واسعة جدا تحتوي على 401 لتر. ما شاء الله تبارك الله، تشيل عفش يعني ما كنا متوقعين انها تشيل ده العفش كله، بالرغم انها سيارة رياضية. ما شاء الله تبارك الله، سيارة على مستوى، يعني بتتكلم عن الام جي
ما تشتغل. هذا اللي هو النظام ال 3D. 3D. وهذا هو النظام ال 2D. أنا سمعت إنه العداد بيعطي معلومات يعتبر معلومات ضخمة جدا. أيوة أيوة. بديك اللهم صل على النبي السرعة. بديك التسارع. السرعة اللي هي سرعة بكيلومتر. التسارع اللي هي العداد من الجنب. افتكر مو دحين عندنا إحنا عدادين في السيارة. طبعاً هذا طبلون إلكتروني. العددين في السيارة يجيك واحد كذا واحد كل المترات واحد حق تسارع السيارة اللي هو 1 2 3 4 5 6 فاكر؟ ممتاز. فهذه أديك السرعة وأديك التسارع. حلو كلام. أديك السرعة وأديك التسارع. أديك السرعة وأديك التسارع. عندك كمان يعني مثلاً دحين ما لابس الحزام أو مديني ما لابس الحزام. أنت ما لابس الحزام مديني. بيعطيك ثلاثة ليش؟ هي ثلاثة. مديني ثلاثة. 1 2 3 4 هذا أنا هذا تبعي أنا. أنت يعتبر إيه؟ لنا السواق. هذه ثلاثة أيوه حقة اللي جنبي مديني إياها. طيب. طبعا انت مثلا تكون اللهم صل على النبي مشغل ايش اسمه اللمبات اللمبه الخلفيه اللمبه المدريه زي كذا بديك اياها. طيب رافع عالي مترافع عالي موجود ثبت السرعه عندك شغال كلهم بديك اياها بيعطيك المثبت أيوه السرعه بديك كل شيء قدامك. انت بتشغل وضع الاقتصادي من هنا التحكم في الثبات انت بتشغله من هنا القياسي ولا الرياضي وضع التحكم في استقرار السيارة. اي معلومه اساسا بتخرجها من الشاشه اذا كان احد البيبان مفتوحه فيقول لك اول شيء اقفل الباب. التحكم الديناميكي في القياده تشوف الدوران قديش السرعه يديك الفرامل قديش هذه. احنا نتكلم هنا عن المقصوره الداخليه مقصوره قائد السياره راح يكون طبعا هنا التوجيه ما شاء الله تبارك الرحمن انه مقصوره داخله بطابع رياضي بالكامل. عندنا نقشات الطبلون عندنا التخشيبه هذه عندنا المقود طبعا الطبلون راح يكون ديجيتال برساله تلحبيه مميزه عندنا كمان ازرار التحكم بالمقود طبعا الجير اوتوماتيك الكتروني. بالنسبه للمقاعد الجلد في الفول كامل والنصف فول اما بالنسبه للستاندر راح تكون بايش قاعد بالقماش راح تكون قماش. والله ما شاء الله تبارك الله يعتبر المساحه واسع ما هو ضيق وما شاء الله الخلفي دائما بنشوف انه بعض السيارات ما فيها فتحه مكيف وهذه السياره فيها فتحه مكيف فبنتكلم انه في جزء منه ديكور وفي جزء منه جلد. قاعده الخلفيه يعتبر مقاعد جلدية زي ما أننا شايفين مقاعد يعتبر مقاعد جلدية. طيب يا أخوان نحن الآن حنجرب السيارة على أرض الواقع وحنشوف تجربتنا الشخصية على سيارة الام جي. الله يحييك أستاذ مشتاق. يا أهلا وسهلا. طيب شو أخبارك؟ نحن الآن في سيارة ام جي موديل ام جي 6 موديل 2021 سيارة رياضية تصميم رياضي الماكينة 1500 سي سي تيربو الجير سبع سرعات دبل كلتش دبل كلتش. لمن يعرف انه هذه السيارة الان خلال كم توصل في سيارات شفتها عندكم اللي هي الجي تي 2022 تبي توصل خلال 8 ثواني تبي توصل سرعتها 100 هذه السيارة خلال كم بتوصل او لها رقم معين؟ لها رقم معين بس عشان تكون مصداقية اكثر الان نجربها مع بعض ان شاء الله نحسب المتابعين. 1 2 3 طيب يا اخوان انا الان خارج السياره وبتاكد من سرعه السياره سياره ام جي نحن الان بنتاكد من سرعه. اهلا وسهلا فيكم حساب لحظه لايف شرفتونا وانستونا في وكاله ام جي شركه تاجير الدوليه في المدينه المنوره حياكم الله. كل الشكر موصول لك استاذ يوسف
والحساب لحظة لايف، شرفتونا وأهلا وسهلا بكم. وبمتابعونكم يوجد لدينا خصومات، يوجد لدينا عروض على الصيانة، شرفونا وستجدون ما يسركم بإذن الله. يعطيكم العافية أستاذ مشتاق، وما قصرت. الله يعطيكم ألف عافية. نحن الآن جربنا السيارة وشفنا مواصفات سيارة MG. اعطوني رأيكم في السيارة في التعليقات، خليني أشوف تعليقاتكم أو بعض الناس اللي اشتروا السيارة آراءهم حتى يستفيد منها الجميع. الله يعطيكم العافية. وصلنا نهاية حلقة اليوم، يعطيكم العافية. سلام سلام.